مثل ما تعرفون الاحتراف في كل المهن يتطلب المثابرة والالتزام. تجمع رياضة الترياثلون السباحة، الدراجة الهوائية والجري. رحلتي في الترياثلون بدأت في 2016 والتزمت فيها بدوام كامل في 2018. في الرياضة أهم منافس لك هو أنت، تكون في السباق دايم مع نفسك حتى تتفوق عليها. الرياضي ما ياخذ عطلة، ما في استراحة في آخر الأسبوع. تدربت مع أفضل المدربين والرياضيين في العالم، أمتلك أفضل سبل الدعم. من ناحية كل المرافق الرياضية في الإمارات متوفرة لي، وإنجازات تقدم لي كل الدعم اللي أحتاجه. إنجازات، أحب هذه الكلمة، لأني قدرت أحقق إنجازات كثيرة، لكن ما في شيء ظاهي ما أنجزها أجدادنا والمؤسسين الأوائل وقادتنا، فهم بنوا هذه الأمة العظيمة. طريقتي أبي أساهم في بناء الإمارات، بنلهم الشباب باحتراف الرياضة والالتزام بها كمهنة. هذا هو حلمي، أن أساهم بتأسيس أول مركز للأداء الرياضي العالي في الإمارات، بحيث يتم تطوير الرياضة على أسس علمية مدروسة مدعومة بالتكنولوجيا. هذا مو بعمل يوم واحد ولا شخص واحد، هذا يتطلب رؤية وتخطيط على المدى البعيد. تلك إنجازات بلادي وهذه إنجازاتي. الفوز ما هو لنفسي بل لبلادي، لأن الرياضة مثل الإمارات بنموها لا يوجد لخط النهاية. يتبارى الآلاف، ثلاثة فقط يحصدون على ميداليات، وشخص واحد اللي يفوز بالذهب. ولهذا السبب أقول الرياضة شرف.